أعرب معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى عن عظيم الفخر والاعتزاز بالعطاءات البارزة للعمال في مملكة البحرين الذين يسطرون دائما أروع صور التفاني والإخلاص في سبيل رفعة شأن ومكانة الوطن الغالي وما يحظى به العاملون في القطاعين العام والخاص من رعاية واهتمام من لدن جلالته حفظه الله ورعاه وثمن معالي رئيس مجلس الشورى ما تقدمه الحكومة الموقرة برئاسة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء من مبادرات وخطط لتعزيز الشراكه والمسؤوليه الراميه لتحقيق اهداف التنميه المستدامه لمملكه البحرين مقدرا معاليها الجهود التي تحرص على بذلها الحكومه الموقره لتقديم كافه سبل الدعم للعمال والتاكيد على حمايه وصون حقوق جميع الموظفين والعاملين في القطاعين العام والخاص مشيدا ومقدرا الدور المتميز للحكومه الموقره في دعم ومسانده فريق البحرين ورفد سوق العمل والاقتصاد الوطني بالكوادر والكفاءات العماليه التي تساهم في نهضه وتقدم مملكه البحرين